نيتي باش قلتها ما قلتش شي ان هي خايبه بالحق. شوف عقل الهضره اللي كانت كتحرقني بزاف هي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. عمر كانوا ولاد الخيريه ما فيهم خير وما فيهم ربح. انا اللي كنت مربيه فوالديا مش حقيقي تربوني احسن تربيه. السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا فهاد الستوري هادي طلعت غير باش نعتذر على الستوري اللي حطيت قبيلاتي الصباح، اللي حطيت في الصباح حيتاش غلطت في المصطلحات ديالي وغلطت في بزاف ديال الحاجات. ما كانش مفترض نقول ديك الهضره حيت ما عندها شي معنى. وانا نيتي باش قلتها ما قلتش شي ان هي خايبه، وربي حاسبني الا كنت نويتها خايبه، ربي حاسبني ويرزقني في صحتي وفي اغلى ما عندي لو كنت نويتها بنيه خايبه. وملي عطيتها هوتنو بحال ما فيش الريزو، فبقيت عشيه كامله بلا ريزو، فما شفتيش اني واقع، ما شفتش ميساجات ديال الناس. علاش كاينين ميساجات الناس ديك الساعه كيقول لي كوثر لا ما تقولش هيدا، بصح انا لو كنت قريت لو كان عندي الريزو كنت حتى في ديك الساعه. فحتى كملت ساعات المكان 3 ساعات 4 ساعات عاد طلعت جبرت الميساجات مني، بصح حتى جبرت راسي محطوطه في الجروبات. ومن ناحيه الجروبات انا ما عمري هضرت ملي كنتحط فيهم، ولا ما عمري هضرت ملي كيهضروا عليا ولا حتى شي حاجه. كنخليهم من ضمن الله، كنخليهم يقولوا شنو ما بغاو. واخا كنقرا الكومونتيرات وكنقرا الكلام اللي كيقولوا، كنقرا الحجر اللي كيعطيوني، ما كنهضر ما كنتكلم صافي، ما كانت كنهضر في قلبي وكنسكت. واخا ديك الساعه ما كنكون عامله والو، واخا نقولوا انا دابا عملت وغلطت في المصطلح ديالي، وكنقول لكم كنعتذر منكم عشان بصح ما قصدت حتى شي حاجه خايبه بالحق. شوف انا ما عمرت كيف ستوري وغسيش كيف ستوري. انا نقول لكم حاجه اللي حقرتني، بزاف د البوستات تحطوا ماشي في جروب واحد، بزاف د الجروبات تحطوا فيهم حق كل واحد شني كان كيقول، كل واحد شني كان كيفاش كان كيزبل، كل واحد شني كان كيقول. بحق الهضره اللي كانت كتحرقني بزاف هي صحاب لها دباها تبوسها باها تبوسها باها. انا الحرقه اللي في قلبي واحد فيكم ما عارفها ترس، يعني بديك الغلط اللي عملت بزاف الناس جبتوه هو في قبره طريقه خايبه. فحال داكشي ما عجبنيش الحال، انا داكشي ما عجبنيش انه يتذكر اسم دبا بهذه الطريقه ويتذكر بديك الاستهزاء ويتذكر هكذاك، حيت شو الحرقه ديالو انا اللي حاسه بها وانا اللي كنت عايش معاها ليل ونهار. فملي نشوف الناس كيتستهزئوا بي بديك الطريقه ما استحملتش. وحاجه واحده اخرى هي واحد الانسان ما كنعرفها شي ولا عمرها تكلمت معايا ولا حتى شي حاجه، هضرت بواحد الطريقه اللي غنخلي لكم بوست السكرين ديالها هنايا وشفتو بعيني، ماشي واحد سردو لي انا في ديك الجروب وشفت بعيني السكرين وشفت بعيني الكومونتيرات. الهضور ديالها قمه الحقره قمه القهره قمه كلشي. انا ما غاديش عندي اسماء عندي كلشي، ما غنشهر بها ما حتى شي حاجه براسها من اللي خلقها انا، ما مسمعها لا دنيا لا اخره على هذا الكلام. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا لو كان كلمه دبر بيا من ديما كتقهرني ولا شي حاجه ما كنتش غادي نخرج نقولها قدام الشعب كامل في واحد البرنامج اللي كيتفرجوا له العائلات كاملين. انا ما قهرتنيش هاد الهضره قد ما قهرتني والديها ما مربينيش وانا فاقده با، هادي اللي قهرتني كثر. وما عمر كانوا ولاد الخيريه ما فيهم خير وما فيهم ربح، كتلقى منهم اساسيده وكتلقى منهم دكاتره وكتلقى منهم بزاف. ما عمرك تحاسب انسان على واحد الحاجه هو ما عنده فيها حتى شي ذنب، ما عنده فيها حتى شي ذنب. وانا حسبي الله ونعم الوكيل فيك، عند الله تلتقي الخصوم. انا ما مسامحك لا دنيا لا اخره. ديك الناس كاملين اللي هضروا في هذيك الكربات ديك الكومونتيرات كاملين مسامحهم من عند الله الا تينا، حيتاش انا اللي كنت مربيه فوالديا مش حقيقي تربوني احسن تربيه، احسن من اللي رباك والديك تينا اللي حقيقيه حتى تجي تغير واحد الانسان بواحد الحاجه ما عنده حتى شي يد فيها. وانا قلت لك قهرني ماشي الفكره انك كتردد عليا ديك الهضره، حشيك الهضره بقيتي كتقهرني شحال هادي، كيفاش تغيرت بها شحال هادي وما خرجت قلتها قدام الشعب كامل الا وانا متواجهه مع هاد الحقيقه. انا اللي ما حملتش هو يتذكر اسم دب بهذه الطريقه ويتذكر وهو ما كاينش
وهو عند ربي وزيد عليها انا ماشي ما عارفه جوي والدي حقيقيا، انا عارفه وماشي ماشي صافي. هادشي اللي بغيت نقول فهاد لي ستوري قبل باش ما نكثر شي، حيت ملي كتوصل النقطه نبو الهضر عليها انا ما كنبقاش نعرف الهضر دابا كيغلبوني وانا ما كنحبش يخرج نبكي هيدا في ستوريات. بالحق بالحق بصح قهروني بزاف، خصوصا الهضور اللي كانوا كيقولوا عليه وهاد خيتي شني قالت معلي منه هما اكثر جوج، بابا ماما اكثر جوج تعذبوا عليا وما خلاو ما جابوا لي ما خلاوني محرومه من حتى شي حاجه بغلطه وحده مني ني بلا قصد. كلشي غادي يعير فيهم ما عيرونيش انا، كلشي غادي يعير فيهم كلشي غادي يعير فيهم بغلطه مني اللي ماشي قصد. ولو كنت عارف لكم انتم اكثر واحدين اللي متبعيني واللي كيعرفوا كوثر ما كتفتشي على شي حاجه الناس جبد باش جبد الناس يهضروا فيها. انا كنت وحده كنتفادى كنهرب اي حاجه فيها هكذا كنهرب، ودايما كيهضروا عليا في الجروبات وانا ما كنقول حتى شي حاجه حتى شي حاجه ما كنقول. وكلت عليك الله وكلت عليك الله وكلت عليك الله، انا ما مسامحك لا في الدنيا لا في الاخره. نوبي خرجوا فيك اللي في الدنيا غير سبله، سوا فيك سوا في عائلتك سوا في اي واحد قريب عليك، حيت انا ما عيطيتكش انا باش بتسكشي ما كتعرفنيش ما عمرك تلاقيتيني ولا شي حاجه غير غلطت في كلمه وحده. شدي عملتي فيا كيفاش جلدتيني؟ حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.